كنتي باغي تجي مدينة الناظور وما عندكش السيارة، تابع معايا الفيديو، أكيد غادي نعطيك معلومات اللي غادي تقدر تحتاجها في السفر ديالك. كنتي باغي تجي الناظور في الكار ولا في القطار؟ كما هو معروف كاينين كيران كتار كيوصلوا لمدينة الناظور، وحتى القطار حتى هو كيوصل لمدينة الناظور. وغير هو القطار من مدينة فاس لمدينة الناظور يعني كيجي بالغازوال، يعني كيكون واحد شوية ديال التأخير. جيتي في الكار أكيد غادي يحطك في المحطة الطرقية ديال مدينة الناظور اللي جاية حدا كورنيش مدينة الناظور اللي هي معروفة بحيرة مارتشيكا. كنتي باغي تمشي للكورنيش غادي دير غادي تنزل من المحطة وغتمشي على رجليك واحد جوج دقائق ولا ثلاثة دقائق وغتلقى الكورنيش. وهذا الكورنيش زوين بزاف وفيه بلايا صغيرة تقدر تعوم فيها انت ووليداتك، وفيه مقاهي اللي هي ديال اللوكس غالية بزاف، وكاين مقاهي اللي هي رخيصة. ونزيدك بحيرة مارتشيكا كاينين باطويات كتلقاهم تما كيتكراو بعشرة دراهم وخمسة دراهم للبلاصة، ويديرو بك دورة في وسط بحيرة مارتشيكا ديال أربع ساعة. بغيتي تمشي للبحر ملي كتنزل من المحطة الطرقية مباشرة كاينة المحطة ديال الطوبيس اللي كتدي لجميع الاتجاهات، وغادي تاخد النمرة 8 اللي كتديك للشاطئ قرية أركمان اللي هو من ضمن أفضل الشواطئ ديال مدينة الناظور. والشاطئ ديال قرية أركمان اللي هو قريب على شاطئ المهندس، ولكن شاطئ المهندس ما كيوصلش ليه طوبيس، يعني كتشد الخطاف باش تمشي ليه. كنتي باغي تمشي للشواطئ الأخرى بحال كارابلانكا تيبودا، من الأحسن كتنزل في المحطة الطرقية وتشد تاكسي لبنينصار، ومن بنينصار كتشد الخطاف ويديك جميع الشواطئ اللي بغيتي انتايا. هذا إلا كنتي جاي في الكار. كنتي جاي في التران ولا في القطار ولا في الماشينة كتنزل وبغيتي تمشي لمدينة الناظور، كتنزل في المحطة في لاغار ديال الناظور، ومن تما ملي كتخرج من لاغار كتلقى طوبيس اللي كيديك لبنينصار اللي هو النمره ديالو 19 كيوصلك لبنينصار بخمسة دراهم. وكاين شاطئ في بنينصار ديال بوقانا اللي هو يعني كيوصلك الطوبيس حتى ليه. كنتي باغي تمشي للشواطئ الاخرى بحال كارابلانكا تيبودا، من الاحسن ما تنزلش في مدينه الناظور ونزل بنينصار. ملي كتخرج من المحطة الطرقية ديال بنينصار كتخرج على برا كتلقى الخطافة كيديوك الشاطئ اللي بغيتي نتايا. كنتو كتار بكم يعني كتعاونوا بيناتكم، كطيح لكم القضية رخيصة وكيوصلك للشواطئ فين تريبي إلا كنتي باغي تريبي. كنتي انت جاي بوحدك يعني هذا أكيد غادي تلقى الخطافة كيجمع البلايص وغادي تطيح عليك حتى هي رخيصة. كنت انت جاي انت ولا فامي ديالك حتى هي نفس الشيء، يعني غادي يديك كورسا ب 70 درهم 80 درهم ويحطك فين ما بغيتي تريبي ولا فين ما بغيتي تبحر. هذا اللي كيجي باغي يتريبي. بالنسبه للناس اللي باغيين يقلبوا على دار الكرة مفرشه بالنهار، يعني الا نزلتي في الناظور المحطه طرقية ديال مدينة الناظور كاينين اوتيلات ب 60 درهم 70 درهم، وكان ديون فرشين 300 حتى 500 حتى 600 درهم. وكاين الرخاء في بنينصار عاوتاني الا بغيتي تنزل في بنينصار كاينين الديور ديال 300 400 500 درهم، ومن تما يعني كتبحر في الشاطئ زوين ديال بنينصار ولا ديال بوقانا اللي هو كيشهد توافد عدد كبير من الزوار.